فضيلة الشيخ عطية صقر، توجد أدعية يقولها المسلم إذا خرج من بيته، فما هذه الأدعية؟ إذا خرج الإنسان من بيته يسن أن يقرأ خواتيم آل عمران ابتداء من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الصحيحين. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وروى أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والله أعلم.